شوفوا السمكية ديت كده وهي بتتفله وبيعملوا منها الفيليه بطريقه حلوه قوي وسهله، بيطلع منها احلى فيليه. سمكه حلوه ونقول الحكايه حلوه، نبتدي يلا بذكر الله، نقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان شهر حلو وشهر فيه بركه، يلا الذكر ويلا الصلاه على الحبيب النبي. السمكية قدام حضرتك شكلها يشدك من على بعد، بص بقى على الفيليه من الداخل، يا سلام ابيض، وتلاقي الظهر بتاعه محمر. طيب بيتعمل ايه؟ سمكة لما بنعملها فيليه بناخد جزء منه طبعا، نعمل منه المقلي ونعمل منه المشوي، ممكن نعمل صواني في تخديعة، ممكن نعمله سندوتشات. لما خدوا واحد وعملوا مقلي بيقول لي طلع طعمه مش كويس، قلت له لا التتبيلة كانت ايه؟ قال لي على تتبيلة كده، قلت له لا التتبيلة هي السبب. خش على التتبيلة بتاعتنا كده واعرف التتبيلة اللي بنعملوها، هتطلع معاك المقلي روعة. ليه؟ سمكية نادرة مش موجودة في أي مكان وعليها طلب، شكلها حلو قوي. طعم الفيليه بالتتبيلة الصحيحة اللي هي المستردة وفلفل الألوان والتوم وفلفل الأخضر والخل والليمون، حط لها توم زيادة، توابل سمك مفيش أي مشكلة، الكمون والشطة والكزبرة والفلفل الأسمر وشوية كاري، تعمل تتبيله حلوه هتطلع معاك طعم الفيليه روعه. ولما تيجي تعملها هتتعمل فيليه برضه زيت وليمون على الجريلا، وممكن تتعمل في فتت السمك بالخل والثوم والطماطم، بتبقى روعه لما بندخلها فتت الايه السمك مع العيش والرز. جديده دي اشوف لها فتت السمك، ان شاء الله هنتكلم عنها في الايام القادمه، بس اعملوا لنا متابعه كده واشتراك في القناه عشان تشوفوا حاجات حلوه واحلى من كده بكتير. هعرفكم على شكلها واقول لكم ازاي تعرفوا سمكة ابو ارن، بس اهم حاجة تحطوا لايك للفيديو وتعملوا له مشاركة لو عجبكم، ونكمل مع بعض السمكة اللذيذة الحلوة وطريقة فليها الطعمة الجميلة في الشكل والايه والاكل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان كريم. بكار بكار بس غير ابو ارن. ابو ارن ده ابو ارن، ابو ارن خافش يا باشا. ابو ارن بيبقى له ارن هنا كده صح؟ ايوه جودي كده يا جودي سيكي كده. عايزين نشوف مين اللي قاعد ده كويس شك. ها بصوا يا جماعه، ابو ارن بيبقى له ارن فين؟ ايوه بقاله هنا كده قرن، بيسموها ابو قرن، انما ديت اسمها بكار، اسمها بكار. شايفين؟ واضح كده. ارجع ورا صورني بيها كده بعد اذنك، صور بيها. ارجع كده. واحده كبيره هناك، واحده كبيره هناك. واحده كبيره. شوف يا عادل. هي دي سمك البكار الحلو. بس ياما بتطول عليها على فكره، مش موجوده غير هنا بس. تمام حاضر. ابو ارن بيبقى له ارن هنا كده طويل اسمه ابو ارن، انما دي بكار زي العسل. شفتوا بقى السمكة اسمها ايه؟ اسمها بكار، ولو ليها قرن كده عند الراس زي ما قلت كده يبقى ابو قرن، والاتنين شكل واحد، الاختلاف في القرن اللي يبقى موجود على الراس. بيتاخد الفليه ده كده يتحط في كاس ويتفرق ويتفرد كده في الغرفة او في التلاجة بتاعت الفريزر، لما يشد معايا ويفرز ابدأ ارصه في علب واخزنها بطريقة صحيحة واطلع منها عند اللزوم سمكة حلوة كلها جميل جدا. باقي الجسم ده بقى والهيكل لا بيتعمل شوربه ولا اي حاجه، ده بيتنشف وبيتاخد يتعمل علف تقريبا او حاجات زي كده الله اعلم، ولكن احنا لنا الفكره في الاسم والايه والسعر 170 جنيه النهارده، وطبعا الشكل والاسم عرفناه. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديوهات قادمه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.